أن تكف أذاك بلسانك وبيدك عن خلق الله وعن عباد الله، لا تؤذي أحدا لا بلسانك لا بغيبة ولا بنميمة ولا بشهادة زور ولا بقولة كذب ولا بغمزة ولا بلمزة، ولا تؤذي أحدا بيدك ولا ببطش ولا بضرب ولا بسوء ولا بأذى ولا بأخذ رشوة ولا بأكل مال الحرام ولا بأكل أموال الناس بالباطل، ولا إياك أن ترفع يدك على مسلم لمنصبك أو لكرسيك أو لقدرتك، إياك، والله لن ينفعك أحد، والله لن ينفعك أحد، والله لن ينفعك أحد، ولن ينفعك قانونك الذي يعني تعذب به الآخرين أبدا، والله لن ينفعك، لن ينفعك إلا عمله. اعمل صالحة وراقب الله جل وعلا، ولا تؤذي أحدا من الخلق إلا في حدود الشرع، إلا في حدود الشرع. لا يحب الله الجهر من السوء، لا يحب الله الجهر بالقول من السوء إلا من ظلم، إلا من ظلم. ففي حدود الشرع فعلى العين والرأس، لكن حذاري حذاري أن تؤذي أحدا من الخلق، وأن تؤذي مظلوما أو ضعيفا لا يقدر على أن ينتصر لنفسه أو على أن يأخذ الحق لنفسه، لأن الذي سيأخذ الحق له هو الملك الحق الذي سيقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الأحبة، الله الله في العمل الصالح سبب من أعظم أسباب تدعيم وتأكيد الإيمان وتجديده في القلب. أسأل الله جل وعلا أن يجدد الإيمان في قلوبنا، وأن يستر علينا وعليكم في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أعود إلى حضراتكم إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فاسمحوا لي قبل أن أستقبل اتصالات وأسئلة إخواننا وأخواتنا أن أتقدم بخالص العزاء لحكومة خادم الحرمين الشريفين ولعلمائنا في بلاد الحرمين ولعلماء الأمة وشيوخها وطلاب العلم في كل أنحاء الأرض وللأمة عامة في وفاة شيخنا العالم العلامة التقي النقي الصدوق القائل بالحق والناصر للحق والناصر للسنة والذاب عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، شيخنا الفاضل فضيلة الدكتور بكر ابن عبد الله ابن أبي زيد. الدكتور بكر أبو زيد تعلمت منه أنا شخصيا أشهد الله الكثير والكثير والكثير، ولا أبالغ إن قلت بأننا من غرس هذا الرجل، وبأننا قد نهلنا الكثير من علمه ومن معينه الطاهر الصفي الفياض. لمست في هذا الرجل نصرة الحق بلا مواربة دون نظر إلى العواقب، كان لا يعنيه أن يرضي أحدا من الخلق، بل أشهد الله كان في كتاباته حريا وحريصا على أن يرضي ربه تبارك وتعالى. وأنا لا أريد أن أفصل، وأعلم يقينا أن كل طلاب العلم يستوعبون ما أقول. الشيخ بكر أبو زيد أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، الرجل المحقق المدقق الفقيه الأصولي اللغوي الأديب البارع، الرجل الذي كان يصدع بالحق نصرة للحق
لا مجاملة لأحد من الخلق. وقد عزيته بالأمس وأعزيه اليوم، عزيت الأمة بالأمس وأعز الأمة وعلماءها اليوم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد في إحسان هذا الرجل، وأن يتجاوز عن كل سيئاته، وأن يرفع درجاته بقدر ما رفع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبقدر ما أعلى الحق. أسأل الله أن يعلي درجته في المهديين بقدر ما أصل لإعلاء الحق عن رب العالمين وعن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله جل وعلا أن ينزل على أهله برد السكينة والرضا، وأن يعوض الأمة خيرا، وأن يجبر الأمة خيرا، وأن يبارك في علمائها وفي شيوخها وفي دعاتها. فموت العالم مصيبة من أكبر المصائب التي تبتلى بها الأمة. فالعلماء هم أئمة الهدى ومصابيح الدجى، العلماء هم الشموع التي تحترق لتضيء للأمة طريق الله وطريق رسول الله، العلماء هم قادة سفينة الإنقاذ وسط هذه الرياح الهوجاء والأمواج المتلاطمة من أمواج الفتن، فتن الشهوات والشبهات. العلماء هم السادة، العلماء هم السادة، وهم الأمناء، وهم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هم ورثة الأنبياء. رحم الله شيخنا رحمة واسعة، رحم الله شيخنا بكر أبو زيد رحمة واسعة. أسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه وأن يكرم نزله وأن يوسع مدخله وأن يغسله بالماء والثلج والبرد وأن يقيه فتنة القبر وعذاب النار وأن ينور عليه قبره بمقدار ما نور للمسلمين طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدليل الصريح من القرآن والصحيح من السنة. أنا والله لا أستطيع أن أوفي الرجل قدره أو أن أوفي الرجل حقه، فلكم تتلمذت أنا شخصيا على يديه، وما أروع ما أصل وما أروع ما سطر يمينه المبارك. أسأل الله جل وعلا أن يجعل كل حرف، لا كل كلمة فحسب، بل أن يجعل كل حرف سطره لنصرة هذا الدين ولإعلاء سنة سيد النبيين. أسأل الله أن يجعله نورا عليه في قبره وفي آخرته، وأسأل الله عز وجل أن يرفعه بكل حرف سطره في درجات الجنان مع سيدنا رسول الله في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله عز وجل أن يبارك في علماء الأمة وأن يعوضها خيرا. وأجدد أتقدم بخالص العزاء لخادم الحرمين ولحكومته ولعلمائنا في بلاد الحرمين،